بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة جديدة من مادة التغذية الرياضية سبورت نيوتريشن، نتحدث عن الجزء الأول من الوحدة الرابعة بعنوان كاربوهيدراتس. الكربوهيدرات هي المصدر الرئيس للطاقة في النشاط البدني، ويتبعها بعد ذلك الدهون كمصدر مستمر ومستدام للطاقة. البداية من Learning Objectives، نتعرف على بعض منها. Classify carbohydrates according to their chemical compositions. Describe the digestion and absorption of carbohydrates. Explain the metabolism of glucose. Describe how blood glucose and muscle glycogen are used to fuel exercise. أيضا Determine the daily carbohydrates needs and athletes. And select carbohydrates containing food to meet the recommended intake. Compare and contrast carbohydrate loading protocols. Assess athletes' carbohydrate intake and determine if it meets guidelines for performance and health. البداية هنا مع صورة لمكونات الأغذية أو لأنواع الأغذية التي تحتوي على الكربوهيدرات. الكربوهيدرات are found in a wide variety of foods including bread, cereal, pastas, beans, fruits, vegetables, milks and nuts. عدد الأغذية التي تحتوي على مكونات الكربوهيدرات كبير جدا، أشهر على الإطلاق الخبز، الأرز، والمكونات التي تخرج من هذه أو أنواع الأغذية التي يتم تصنيعها من هذه المصادر، الخبز، الأرز، ويضاف إليها أيضا البوتيتوس. بعض الأغذية الأخرى تحتوي على نسب مختلفة من الكربوهيدرات، ولكن أكثر المصادر انتشارا بيننا هو الخبز، الأرز، وأيضا البوتيتوس. السكريات يتم تصنيفها إلى سكريات بسيطة وسكريات معقدة، أو التي نسميها كربوهيدرات بسيطة وكربوهيدرات معقدة. الكربوهيدرات البسيطة منها الدايساكرايد والمونوساكرايد، لكن أكثر انتشارا بيننا هو عبارة عن الدايساكرايد، وأول نوع من هذه الأنواع هو عبارة عن السكروز الذي يحتوي وحدتين، الأولى جليكوز والأخرى إفركتوز. مستوى الحلاوة بها السويتنس يساوي تقريبا 100، والجلايسيميك اندكس بمعدل 68 من 100. المصادر الغذائية موجود في مصادر كثيرة جدا. كل الأغذية التي تصنع من السكر الأبيض هي تحتوي على السكروز. أيضا موجود في مصادر طبيعية، من ضمنها الفواكه، من ضمنها العسل والخضروات، وموجود أيضا في السكريات الأخرى مثل البراون والوايت شوغر. الآن النوع الثاني من أنواع السكريات هو عبارة عن اللاكتوز، واللاكتوز هو الذي يسمى سكر الحليب لوجود الجالاكتوز والجلوكوز كوحدتين مترابطتين في داخله. مستوى الحلاوة به قليل جدا مقارنة بالسكروز، حوالي 15%. معدل الجلايسيميك اندكس به تقريبا 46. Most adults lose their ability to digest lactose. هذا النوع من أنواع الحليب يعني يوجد به صعوبة في الهضم، في عمليات الهضم، نتيجة لغياب إنزيم اللاكتيز، ويحتاج إلى إنزيم خاص يفرز من الاثنى عشر، من جدار الاثنى عشر. النوع الأخير من أنواع السكريات الثنائية هو عبارة عن المالتوز، والمالتوز هنا ينقسم إلى وحدتين من الجليكوز، جليكوز زائد جليكوز. معدل الجلايسيميك اندكس فيه مرتفع جدا مقارنة بالأنواع الأخرى من السكريات، يصل تقريبا إلى 105، لكن معدل الحلاوة به منخفض مقارنة بالسكروز. تقريبا هو موجود في أصناف قليلة من أنواع الغذاء، ويحصل عليه الجسم غالبا من تفكيك السكريات المعقدة مثل النشا، حينما يتكون لدينا آخر اثنين من واحد من السلسلة الجلايكوسيدية يعطينا واحد مالتوز، يتم فصلها من خلال المالتيز انزيم في الاثنى عشر. The glycemic index. Glycemic index or GI is a ranking of carbohydrates on the scale from 0 to 100 according to the extent to which they raise blood sugar glucose level after eating. إذا هو ترتيب للسكريات أو الكربوهيدرات ما بين الصفر إلى المئة بناء على قدرته على رفع معدل السكر في الدم بعد تناوله مباشرة.
Food with a high glycemic index results in marked fluctuation of blood sugar levels. Low glycemic index carbohydrate is one of the secrets to long-term health, reducing the risk for type 2 diabetes and heart disease. It's also one of keys to maintaining weight loss. Here is the evidence. إذن هو واحد من الوسائل التي تستعمل في المحافظة على الوزن دون اكتساب وزن زيادة في طريقة اختيار الأغذية، وأيضا هو لديه دلائل مهمة جدا في اختيار الأغذية الصديقة لمرض القلب ومرض السكري. يصنف الجلايسيميك اندكس بناء على ثلاثة محاور: لو جلايسيميك اندكس، وهذا هو يعتبر الأفضل غالبا بالنسبة لمرض السكري ومرض الضغط والقلب، ولكنه ليس بالتحديد الأفضل بالنسبة للرياضيين. Low glycemic index less than 55، medium ما بين 65 إلى 69، high glycemic index more than 70. إذن ليس بالضرورة أن يكون منخفض جيد بالنسبة للرياضي، وليس بالضرورة المرتفع رديء بالنسبة للرياضي، والعكس بالعكس أيضا. الرياضي يحتاج من كل هذه الأصناف حتى يحافظ على مستوى الطاقة المخزون في داخل العضلات ومستوى نسبة السكر الموجودة في الدم، ويجب أن يكون اختيارات أنواع الأغذية بعناية بناء على الجلايسيميك إندكس حتى يحافظ به على النشاط البدني ودون زيادة في الوزن. The glycemic load هنا مصطلح جديد ويختلف تقريبا عن الجلايسيميك إندكس، ولكنه أكثر تطورا ويعتمد على الجلايسيميك إندكس. According for how much carbohydrate is in the food and how much each gram of carbohydrate in the food raises the blood glucose level. ما يحدث هنا أنه اعتمادا على كمية الجلايسيميك إندكس واعتمادا على كمية السكر الموجودة في الغذاء، فإننا نستطيع أن نتوقع كم يستطيع هذه القطعة من الغذاء أن ترفع نسبة السكر في الدم. طبعا هذا أكثر تطورا وأكثر جدية من الجلايسيميك إندكس، ولكن هناك صعوبة أحيانا في التعامل معه، لذلك يبقى الجلايسيميك إندكس يعني مؤشر جيد أيضا في التعامل مع الأغذية من ناحية الكربوهيدرات. The glycemic load is based on a glycemic index and is calculated by multiplying the grams of available carbohydrates in the food times the food's GI and then dividing by 100. يعني حيضرب في الكمية الموجودة فعليا من الجرامات في الكربوهيدرات في الجلايسيميك إندكس، ومن ثم يقسم على 100. على سبيل المثال، water melon has glycemic index 4 of 72. 100 gram of serving watermelon has 5 gram of available carbohydrate. It contains lots of water, making the calculation 5 ضرب 72 على 100 بدها تساوي 3.6. إيش معنى هذا الكلام؟ For one serving of food, glycemic load greater than 20 is considered high. كلما كانت مستوى الجلايسيميك لود مرتفع جدا، أكثر من 20 فهو يعتبر مرتفع جدا. كان الجلايسيميك لود ما بين 11 إلى 19 فهو ميديوم، أقل من 10 فهو يعتبر منخفض. مثل النموذج الذي تم مناقشته هو الووتر ميلون أو البطيخ، وجد أن به نسبة ماء مرتفعة جدا برغم أن الجلايسيميك إندكس به أيضا مرتفع. بهذه الحالة نسبة السكر الموجودة فعليا قليلة جدا برغم أن جودة امتصاصها مرتفعة جدا. Carbohydrates as a source of energy for exercise. تتمثل الكربوهيدرات كمصدر رئيس للطاقة في أداء النشاط البدني. The fuel source utilizes depends on a variety of factors with exercise intensity playing a major role. Very high intensity, very short duration anaerobic exercise typically uses creatine phosphate as energy source to replenish ATP. إذن غالبا المصدر الرئيس للطاقة هو عبارة عن الكربوهيدرات بناء على مستوى وكثافة النشاط البدني الذي يتم اتباعه، لكن حينما يكون لدينا very high intensity تمرين كثيف جدا وقصير جدا، المصدر الرئيس لأداء النشاط البدني
ومستوى الطاقة الذي يتم الحصول عليه هو من خلال الكرياتين فوسفات من خلال الانيروبيك سيستم. الكربوهيدرات is used as a predominant source of energy via anaerobic glycolysis during high intensity short duration anaerobic exercise or through oxidative phosphorylation during moderate to high intensity aerobic exercise. إذا أنواع النشاطات الرياضية والألعاب البدنية التي يتم اتباعها واستهلاك نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات من خلال الأنيروبيك جلايكوليسيس، وهذه بتكون في الهاي انتنسيتي شورت ديوريشن أنيروبيك اكسرسايز، يعني ألعاب رياضية تلعب على الواقف مثل الألعاب البدنية التي توجد في النادي مثل حمال الحديد أو ما شابه من هذه الألعاب. أيضا في الأكسيداتيف فوسفوريليشن في الأيروبيك سيستم، ولكن هنا moderate to high intensity، يجب أن يكون أيضا النسق مرتفع بها حتى يتم استهلاك كمية من الكربوهيدرات كمصدر للطاقة. وهنا سوف نتحدث أو تحدثنا سابقا عن أن الأكسيداتيف فوسفوريليشن هي ما بعد تكون البيروفيت والانتقال مباشرة إلى كريبس سايكل على شكل أسيتايل كوئي. Carbohydrates used by exercising muscle can come from stored muscle glycogen or from glucose that is brought into the muscle from the blood. إذا النشا الحيواني الموجود والمخزون داخل العضلة نفسها هو الممول الأساسي لنشاط العضلة، وهذا النشا الحيواني الموجود داخل العضلة الجلايكوجين لا يستعمل إلا من خلال هذه العضلة، أي لا يتم إخراجه من العضلة ليستفيد منه باقي الجسم مثل ما يحدث في الليفر. هنا الكمية الموجودة من الجلايكوجين فقط لنشاط هذه العضلة. حينما تنتهي أو تنخفض كمية الجلايكوجين الموجودة داخل العضلة، يجلب العضلة أو تستجلب هذه العضلة كمية من الجليكوز الموجودة من خلال الدم التي تمر من خلال الدورة الدموية. الجلوكوز is made available in the blood from liver as a result of at least three processes. من خلال ثلاثة خطوات أساسية يتم تكوين الجليكوز داخل الليفر. الأولى من خلال the breakdown of liver glycogen. الجليكوجين المخزون داخل الليفر يتم تفكيكه إلى وحدات من الجليكوز وإرساله إلى الدورة الدموية. الطريقة الثانية من خلال الجلوكونيوجينيسيس، وهي تصنيع الجليكوز من مصادر غير كربوهيدراتية وبالتحديد من خلال مصادر البروتين، وأيضا يمكن الحصول على السكريات أو الجليكوز من خلال مصادر الطعام سواء كانت مشروبات أو سواء كانت أغذية صلبة. Use of muscle glycogen. Muscle glycogen is a primary source of energy during moderate to intense aerobic exercise and during high intensity repeated interval. إذا المخزون الجلايكوجين الموجود داخل المسل يعتبر المصدر الرئيس لهذه المسل في خلال moderate to intense aerobic exercise، وأيضا في الفترات المعادة الألعاب الرياضية التي بها نوع من الإعادة أو فترات توقف وفترات من المسير. هذه الألعاب الرياضية الهوائية تعتمد بناء على المسل الجلايكوجين. مسل الجلايكوجين depletion is associated with fatigue during prolonged endurance exercise، مع استمرار النشاط الرياضي ولفترة طويلة جدا واستمرار العضلة في استعمال هذا المخزون من الجلايكوجين سوف يؤدي إلى نفاذ هذه الكمية بالأخص في prolonged endurance exercise and can often an intermittent high intensity exercise. أيضا الألعاب الرياضية أو الأنشطة الرياضية التي بها فترات من التوقف وفترات من النشاط التي تسمى الأنشطة المتقطعة intermittent high intensity exercise مثل ألعاب الباسكتبول such as a repeated sprints that occurs during soccer matches، مثل أيضا الألعاب الرياضية أو مثل ماتشات كرة القدم. Use of blood glucose. لأن تحدثنا في السابق عن المسل جلوكوز والمخزون من الجلايكوجين الموجود داخل المسل بأنه لاستعمال العضلة نفسها، ويتم استعماله حينما تكون مستوى ونسق النشاط الرياضي مرتفع جدا وبه قوة كبيرة جدا. بهذه الحالة يتم استعمال المسل جلوكوز. هنا في البلد جلوكوز كمية السكر الموجودة في الدورة الدموية،
Exercise stimulates the uptake of glucose from the blood because it has a very strong insulin-like effect. كل ما كان في لدينا نشاط رياضي أكثر كلما كان لدينا قدرة أكثر على استعمال الجلوكوز الموجود داخل الدم حيث أن معدل النشاط الرياضي والإكسيرسايز نفسها تؤدي دور وكأنها مثل الإنسولين. As a glucose is being taken out of the blood by exercising muscle, a fall in blood glucose is prevented by two metabolic adjustments, glycogenolysis and gluconeogenesis. إذا في حالة انخفض معدل السكر الموجود داخل العضلة وأيضا انخفض معدل السكر الذي يمر داخل الدورة الدموية أو بالأحرى الجلوكوز الموجود داخل الدورة الدموية، هنا الجسم يبدأ بتعويض كمية الجلوكوز الموجودة بالدورة الدموية من خلال وسيلتين. الأولى جلايكوجينوليسيس، عملية تكسير الجلايكوجين الموجود في داخل الكبد، والجلوكونيوجينيسيس وهي تصنيع السكريات والجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية وبالتخصيص من البروتين. Both stimulated by the release of hormone glucagon by the pancreas. عند الإنسولين يساعد بخفض نسبة السكر في الدم ويساعد أيضا في إدخال السكر الموجود في الدم إلى داخل العضلات، وهنا الجلوكاجون يعمل على تفتيت الجلايكوجين الموجود داخل الكبد ويساعد في الجلوكونيوجينيسيس من البروتين بالتحديد، وأيضا من الفات يساعد في الجلوكونيوجينيسيس، ومن ثم يرفع نسبة الجلوكوز الموجودة في الدم ويساعد بتعويض الخلايا والمسلز بكمية من الجلوكوز تساعد في إتمام النشاط الرياضي. Initially this response acts to maintain or even slightly elevates blood glucose, but if exercise continues for prolonged duration, reduction in the blood glucose may occur as a liver glycogen is reduced and the gluconeogenesis fails to produce glucose at the rate that it's being utilized. إذا استمر النشاط الرياضي على نسق مرتفع وعلى فترة طويلة جدا، بهذه الحالة كمية الجلوكوز التي سوف يصنعها الكبد سوف تنخفض، وكمية الجلايكوجين المخزونة داخل الكبد نفسها أيضا سوف تنخفض. في هذه الحالة كمية الجلوكونيوجينيسيس أيضا بهذه الحالة سوف تنخفض، بهذه الحالة سوف يتجه إلى مصدر آخر لإتمام النشاط الرياضي. Although the exercising muscle being to take up and use glucose, they rely most heavily on muscle glycogen if sufficient stores are available and even when blood glucose remained high. في حالة أن النشاط الرياضي كان يكفي ما في داخل الجليكوز، ما كمية الجليكوز الموجودة داخل المسل تكفي لإتمام النشاط الرياضي، وأيضا كمية الجلوكوز الموجودة في البلد أيضا مرتفعة، في هذه الحالة سوف يستمر النشاط الرياضي وسوف يبقى مستمرا على الجليكوز. Effect of training on carbohydrate usage. Regular exercise training, specifically aerobic training, stimulates an exercise in oxidative aerobic capacity of muscles, primarily through an increase in the number and size of mitochondria and an increase in oxidative enzyme activity. إذا الاستمرار في أداء النشاط البدني وفي الهواء الطلق والتي نسميها aerobic training والتي تحتاج دائما إلى oxidative phosphorylation، هذا سوف يساعد بشكل كبير على رفع أعداد الميتوكوندريا الموجودة في الخلايا العضلية وأيضا على زيادة حجم الميتوكوندريا، مما يساهم أيضا في رفع معدل الأوكسيداتيف إنزيم التي تساعد في حرق أكبر كمية ممكنة من الكربوهيدرات. بالتأكيد الكربوهيدرات تبدأ من الجليكوز في عملية الهدم تنتهي بالبيروفيت، وهذه تسمى الأنيروبيك جليكوليسيس. من بعد البيروفيت يمر بمسارين، إما إذا كان المسار هوائي فإنه يتحول إلى أسيتايل كو إي داخل الميتوكوندريا ويبدأ بمسار دورة كريبس، أو أن يكون المسار لا هوائي فيتحول البيروفيت إلى لاكتيت، وبهذه الحالة اللاكتيت يرجع مرة أخرى إلى الكبد ليتحول إلى
مصدر للطاقة على شكل جلوكوز أو يستهلك من خلال الأعضاء الكبيرة في الجسم مثل البرين مثل الهارت، ويستعمل على شكل مصدر للطاقة مباشرة. This increases in muscle maximal capacity to utilize carbohydrate and to oxidize lactate. كلما كان التدريب الهوائي أكبر، كلما كان معدل الميتوكوندرية أكبر في الحجم وأكثر في العدد، هذا يساعد أيضا في رفع معدل الكاباسيتي وأيضا القدرة على استهلاك الكربوهيدرات المخزونة داخل العضلات. The increase in ability to metabolize carbohydrate is due mostly to the increased oxidative or aerobic capacity of muscle. Another adaptation that increases the muscle total capacity to utilize carbohydrate is the increase in stored muscle glycogen as a result of regular exercise training. إذا الاستمرار في النشاط الرياضي وبشكل متكرر وبشكل منظم جدا سوف يساعد ليس بتحسين القوة والقدرة على استعمال الأيروبيك ميتابوليزم في هدم الجليكوز، ولكن أيضا يساعد برفع مخزون نسبة الجليكوجين المخزونة والمكتسبة داخل العضلة نفسها. One-legged cycling study proved that muscle that exercised and reduced muscle glycogen synthesized and stored significantly more glycogen afterwards than the leg muscles that were not exercised. إذن كلما كان النشاط الرياضي على عضلات محددة مثل ألعاب السايكلينج أو الدراجات الهوائية، كلما كان النشاط على عضلات القدم أكثر، كلما كان مخزون السكر والجلايكوجين الموجود في داخل العضلات أفضل وأكثر مما هو موجود في العضلات غير النشطة أو الأقدام غير النشطة. Resting muscle glycogen level in average sedentary adults are approximately 20-30% lower than those of trained athletes. يعني لو جينا قارنا ما بين عضلة تتمرن وعضلة لا تتمرن، سوف نجد أن الأفراد الذين ليس لديهم نشاط رياضي sedentary physical activity عندهم 20-30% نسبة أقل عما يتدرب أو العضلة التي تتدرب. The increase in oxidative capacity due to aerobic exercise training also increases the ability of muscle to metabolize fat for energy. أيضا كلما زادت قدرة العضلة وارتفع عدد الميتوكوندريا من حيث الحجم ومن حيث العدد، هذا يساعد أيضا في سرعة استهلاك الدهون كمصدر للطاقة. Therefore, after weeks to months of aerobic exercise training, it's common for a person exercising at the same absolute intensity, the same running pace to metabolize less carbohydrate. الأفراد اللي بيسيروا على نفس النسق وبنفس القوة وبنفس السرعة في أداء النشاط الرياضي، هنا سوف يقل استهلاكهم للكربوهيدرات وسوف يرتفع استعمالهم للفات كمصدر للطاقة نتيجة للثباتية. دائما نتذكر هذا المصطلح، أن مستوى الثبات في أداء النشاط الرياضي سوف يساعدنا بشكل كبير على استهلاك الطاقة من مصادر الدهون أكثر مما هي من مصادر الكربوهيدرات، ودائما الكربوهيدرات تخدمنا عند ارتفاع القوة وعند ارتفاع النسق وتسارع النسق في أداء النشاط الرياضي، فإن الجليكوجين والجلوكوز هي المصدر الرئيسي في هذه الحالة. Hormonal regulation of glucose metabolism during exercise. كيف تؤثر الهرمونات بشكل مباشر في التحكم بكمية الجليكوز واستعمال الجليكوز كمصدر للطاقة؟ أول واحد من هذه المصادر أو أول واحد من هذه الهرمونات هو الجلوكاجون. Counter regulating hormone to insulin. Glucagon is secreted during period of fasting or starvation and exercise is metabolically similar to these conditions. إذا ما يحدث في هذه الحالة هو أن الجلوكاجون هو معاكس لفاعلية الإنسولين. الجلوكاجون بيخرج خلال فترات الفاستنج، خلال فترات الصيام أو خلال فترات الجوع الطويلة، وأيضا بيخرج خلال التمارين الرياضية الطويلة. During exercise insulin secretion is suppressed and glucagon secretion is stimulated. خلال أداء النشاط الرياضي يتوقف إنتاج الإنسولين، لأن النشاط الرياضي نفسه يؤدي نفس وظيفة الإنسولين، ويكثر نشاط وإنتاج الجلوكاجون. Glucagon stimulates glycogen breakdowns in the liver
and to release glucose into the blood. إذن هو يعمل على تكسير الجليكوجين في الكبد ويحفز الجلوكوز للانطلاق داخل الدورة الدموية. Thus acting to maintain or increase blood glucose. وهذا لأجل المحافظة على معدل نسبة السكريات الموجودة داخل الدورة الدموية. It also stimulates the process of gluconeogenesis by the liver. كمان الجلوكاجون غير انه بيعمل على رفع معدل السكر في الدورة الدموية، هو يساعد بتكوين السكريات والجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية، بالتحديد البروتين وبدرجة اقل من الفات. This process begins early in the exercise and can be thought of as a preemptive response to prevent a fall in blood glucose. طبعا نشاط الجلوكاجون يبدأ مباشرة من بعد أداء النشاط الرياضي، هذا يعتبر مهم جدا لأنه يريد أن يحافظ على مستوى نسبة الجلوكوز الموجودة في الدم. The stress of higher exercise intensity results in a substantial stimulation of the sympathetic nervous system. This leads to a release of two important stress hormones, the catecholamines, epinephrine and norepinephrine. ما يحدث أيضا نتيجة النشاط الرياضي هو تحفيز أيضا من خلال the sympathetic nervous system، وهو يؤدي إلى release وإخراج اثنين من الهرمونات مهمة جدا، هما يسموا الإبنفرين والنور إبنفرين أو النور أدرينالين والأدرينالين. The catecholamines stimulates glycogen breakdown and gluconeogenesis and thus provide an additional mechanism to regulate blood glucose. بالإضافة لعمل الجلوكاجون، الإبنفرين والنور إبنفرين بيساعدوا بشكل كبير جدا في هدم الجلايكوجين وإخراج الجلوكوز إلى الدورة الدموية، وأيضا يسرع من وتيرة الجلوكونيوجينيسيس وهي تصنيع الكربوهيدرات من مصادر غير كربوهيدراتية. واحد من الهرمونات الأخرى هو أيضا الكورتيزول ويسمى ستريس هرمون كورتيزول. It's blood glucose regulation indirectly by stimulating the breakdown of a protein into amino acids that may be used in gluconeogenesis. واحد من الوظائف اللي بيأديها الكورتيزول واللي بتساعد في الجلوكونيوجينيسيس انه بيبدأ بتفكيك الوحدات البروتينية وتحويل السلاسل البيبتيدية الطويلة إلى وحدات صغيرة من الأحماض الأمينية الأمينو أسيدز والتي يمكن إعادة استعمالها في تصنيع الجلوكوز من خلال الجلوكونيوجينيسيس. إذن هنالك عدة انزيمات أو عدة هرمونات تساعد بشكل مباشر، أولها الجلوكاجون، بعديها النور إبنفرين والإبنفرين، ومن ثم الكورتيزول الذي يساعد بهدم السلاسل البيبتيدية والبروتينز. بريك داون بيؤدي مباشرة إلى إعطاء أمينو أسيد تساعد في الجلوكونيوجينيسيس. هذا بالتحديد الطريق التي يمر بها الجسم من خلال تأثير الهرمونات مباشرة. النشاط الرياضي نفسه يسمى حالة من حالات الاسترس التي تؤثر مباشرة في الهيبوثالامس. في الهيبوثالامس هنالك تأثير على السيمباثيتك نيرفوس سيستم وعلى الأدرينال ميدلا يؤدي إلى إخراج الإبنفرين والنور إبنفرين. بالتأكيد هو يؤثر مباشرة على عدد من الأعضاء المهمة من الفيتال أورغانز مثل البرين مثل الهارت مثل البلد فيزلز، كلها تبدأ بالاستجابة إلى تأثيرات الاسترس التي ظهرت نتيجة إخراج النور إبنفرين والإبنفرين. في مقام آخر أيضا البيتيوتري جلاند تبدأ بتحفيز الأدرينال كورتكس لإخراج الكورتيزول طبعا من خلال الغدة الكظرية مباشرة، هنا من خلال القشرة الخارجية يبدأ إخراج الكورتيزول، والكورتيزول الذي يساعد مباشرة في الجلوكونيوجينيسيس من خلال تكسير السلاسل البيبتيدية العبارة عن البروتين نتورك بيبدأ بتكسيرها وإعطائنا كمية أكبر من الفري أمينو أسيد التي يتم استعمالها مباشرة في الجلوكونيوجينيسيس ورفع نسبة السكر في الدم. إذن هذا هو تأثير الاسترس أو النشاط الرياضي مباشرة. من تأثير النشاط الرياضي مباشرة يؤدي على الهيبوثالامس
والهيبوثالاموس يرفع لدينا الإبنفرين ويرفع أيضا لدينا من خلال توجيهاته العصبية ومن خلال توجيهاته الهرمونية، وكلاهما عبارة عن integrative system، يرفع الإبنفرين ويرفع الكورتيزول، وكل هذا لأجل المحافظة على نسبة الكربوهيدرات والجليكوز في الدم. Exercise intensity and the duration have a substantial effects on metabolism, both on metabolic rate and on the source of fuel utilized. As exercise intensity increases, the proportion of energy that is derived from fat decreases and the proportion from carbohydrate increase. إذا مستوى ونسق النشاط الرياضي هو الذي يوجه الجسم أين هي مصادر الطاقة. كلما ارتفع معدل وكثافة النشاط الرياضي كلما كان الاتجاه أكثر على الكربوهيدرات، وكلما ثبت وانخفض معدل النشاط الرياضي كلما كان الفات هو المشارك في مصادر الطاقة. Therefore, carbohydrate is the main source of energy for moderate to high intensity exercise. تعتبر هذه الجملة مهمة جدا. Carbohydrate is the main source of energy for moderate to high intensity exercise. Athletes must consume enough carbohydrate daily to replenish muscle glycogen used during training. بعد التمرين مباشرة الرياضي ينصح بتناول كمية مناسبة من الكربوهيدرات حتى يعوض كمية الجليكوز التي تم حرقها وكمية الجليكوجين التي تم تفكيكها داخل العضلات. A prolonged moderate intensity exercise such as distance running and distance cycling depletes muscle glycogen, and the studies have shown that at least 5 gram لكل كيلوغرام day is needed to replenish it to a level that allows for training on consecutive days. إذا في عنا أنشطة رياضية يوم بعد يوم أو في أيام متتابعة consecutive days في أيام متتابعة، وكان لدينا أنشطة رياضية عبارة عن prolonged moderate intensity exercise مثل اللي هو العدو المتوسط، هذا سوف يستهلك كمية الجليكوجين الموجودة داخل العضلة حتى أنا أعيدها إلى حالتها الطبيعية. أنا بحاجة إلى 5 جرام لكل كيلوغرام يوميا، 5 جرام لكل كيلوغرام يوميا. However, an intake ما بين 5 إلى 7 جرام لكل كيلوغرام يوميا does not restore muscle glycogen levels of endurance athletes to a pre-exercise or near maximum capacity. الألعاب الرياضية التي تحتاج إلى وقت طويل جدا من النشاط الرياضي أكثر من ساعتين أو أكثر من 3 ساعات أو أكثر من ساعة ونصف هي بحاجة ما بين 5 إلى 7 جرام، ومع ذلك هو لا يستطيع أن يعوض كمية الجليكوجين وكمية مخزون السكر الموجود داخل العضلات بالشكل المناسب. Endurance athletes ممكن يكون بحاجة إلى كمية أكثر من 5 إلى 7، قد يكون بحاجة إلى 8 إلى 10 جرام لكل كيلوغرام daily to maintain high level of muscle glycogen over weeks and months of training. The depletion of muscle glycogen when performing intermittent high intensity exercise during practice and games is similar to the depletion seen after a prolonged moderate intensity exercise. الألعاب الرياضية المتقطعة مثل باسكتبول، مثل السكر بلاينج، ألعاب كرة القدم، high intensity exercise تماثل مثلها تماما الألعاب الرياضية المودريت انتنسيتي اكسرسايز مثل ديستانس رننج اند ديستانس سايكلينج. هذه الألعاب الرياضية هما بنفس الصفة وبنفس الكمية، هما بحاجة إلى 5 جرام لكل كيلوغرام ديلي بناء على طبيعة الاستهلاك التي توجه داخل العضلة. Sprinters, weightlifters and handlers are example of athletes who perform very high intensity exercise for a very short period of time. الألعاب التي تحتاج إلى رفع الأثقال بشكل قوي جدا
هما من الألعاب الرياضية very short period، يتم النشاط الرياضي بفترة قليلة جدا. Muscle glycogen is reduced during training and competition, but it can typically be restored with a moderate carbohydrate intake. يمكن أن نخزن كمية الكربوهيدرات وإعادتها إلى حالتها الطبيعية في مثل هذه الألعاب إذا تناول هذا الرياضي ما بين 5 إلى 7 جرام لكل كيلوغرام ديلي. من الألعاب الرياضية أيضا Ultra Endurance Athletes. Ultra Endurance Athletes مثل سباق الضاحية الذي يستمر إلى ساعات طويلة، الذي يمر خلال مسافات طويلة داخل المدينة والذي يسمى سباق الضاحية. The needs of Ultra Endurance Athletes may at time exceeds the general range for daily carbohydrates intake for other athletes. They require a huge amount of energy تقريبا ما بين 10 إلى 19 جرام لكل كيلوغرام ديلي حتى يعمل ريستور لكمية الجلايكوجين الموجودة في داخل العضلة. إذا بناء على طبيعة النشاط الرياضي الذي يؤدى وغالبا moderate intensity exercise ممكن يستهلك ما بين 5 إلى 7 جرام لكل كيلوغرام، المصل الجلايكوجين ممكن يتم تخزينه في الألعاب الرياضية الانديورنس اكسرسايز ما بين 8 إلى 10 جرام لكل كيلوغرام، ولكن في الألترا انديورنس أثليتيز الألعاب الرياضية التي بحاجة إلى وقت طويل من العدو أو من السباحة أو ما إلى ذلك، هم بحاجة إلى تقريبا 10 إلى 19 جرام لكل كيلوغرام ديلي من الكربوهيدرات حتى يستطيع أن يعيد مخزون الجلوكوز داخل العضلات والجليكوجين داخل العضلات إلى الحد الطبيعي والمثالي دون أن يحدث فتيك في التمرين اللاحق. These carbohydrates recommendations are very difficult to meet. ممكن في الحصول على هذه النسبة يمكن أن يكون صعب الوصول إليه بالتحديد إذا كنا نتبع الطريقة المثالية في الحصول على الغذاء وهي 55% من الكربوهيدرات 15% من البروتين وأيضا 30% من الفات. الحصول على نسبة مثل 10 إلى 19 جرام لكل كيلو جرام ممكن يكون صعب جدا. They must eat frequently while awake and may need to consume carbohydrates during the night. In addition to carbohydrates containing meals, they may include sport bars, beverages and gels before, during and after training to try and reach their daily carbohydrate goals. إذا لدينا نقطة مهمة جدا، الحصول على الكمية الكبيرة من الكربوهيدرات ممكن أن يعتبر صعب جدا الحصول عليه، لذلك بعض أنواع الأغذية سريعة الهضم والتي تحتوي على High Glycemic Index Carbohydrate مثل البيفرجز مثل سبورت بارز مثل الجلز ممكن أنها تكون مناسبة جدا خلال التمرين نفسه وقبل التمرين وبعد التمرين مباشرة للحصول على الاحتياجات الملائمة من الكربوهيدرات. هذا الجدول يعتبر مهم جدا حيث أنه يشرح طبيعة النشاط الرياضي من حيث الانتنسيتي والديوريشن ويعطينا مثال عليه والاحتياج اليومي من الكربوهيدرات. المثال الأول على جهة اليسرى هو عبارة عن Very High Intensity Very Short Duration في أقل من دقيقة، كل التمرين الرياضي يمر في أقل من دقيقة وهذا يحتاج ما بين 5 إلى 7 جرام لكل كيلوغرام يوميا. النظام الثاني وهو عبارة عن High Intensity Short Duration ما بين دقيقة إلى 30 دقيقة مستمرة وهو بحاجة إلى 5 إلى 7 جرام لكل كيلوغرام. طبعا في العمود في المنتصف توجد بعض الأمثلة على هذه الألعاب الرياضية. النموذج الثالث وهو عبارة عن High Intensity Short Duration وما بين دقيقة إلى 30 دقيقة with some rest period. هنا يوجد لدينا ألعاب متقطعة rest period وفترات متقطعة، هناك نشاط رياضي قوي ولكن يتبعه أيضا فترات من الراحة، مثل هؤلاء بحاجة إلى 5 إلى 8 جرام لكل كيلوغرام لأن إعادة الجسم إلى رفع النسق مرة أخرى بحاجة إلى استهلاك كمية من الكربوهيدرات، فهؤلاء اللاعبون بحاجة إلى كمية أكبر من الكربوهيدرات. النوع الرابع هنا Moderate Intensity Moderate Duration ما بين 30 إلى 60 دقيقة بحاجة إلى 6 إلى 8 جرام لكل كيلوغرام. هنا ارتفع النسق وأيضا ارتفع
الوقت وزاد الوقت، فهنا زاد الاحتياج للكربوهيدرات. النوع الخامس وهو عبارة عن intermittent high intensity moderate to long duration، حوالي ساعة واحدة، مثل الباسكت بول، مثل السكر. الاحتياج تقريبا ما بين 6 إلى 8 جرام لكل كيلوغرام، 8 إلى 10 جرام لكل كيلوغرام during heavy training and competition. إذا بناء على طبيعة التمرين يرتفع أيضا الاحتياج للكربوهيدرات. النظام السادس وهو عبارة عن moderate intensity long duration، ما بين ساعة إلى 4 ساعات، هنا فترة طويلة جدا من أداء النشاط البدني، ولكن أيضا مرتفع من حيث النسق، ليس مرتفعا كثيرا، هو متوسط الارتفاع من حيث النسق، تقريبا من 8 إلى 10 جرام لكل كيلوغرام during period of heavy training and competition. النظام السابع وهو عبارة عن moderate intensity ultra long duration، أكثر من 4 ساعات، وأيضا مرتفع من حيث النسق، حوالي 8 إلى 19 جرام، يعني يوجد لدينا قوة ولكن أيضا يوجد لدينا استمرارية طويلة جدا، مثل التريالثون، مثل الادفنتشر سبورتس، مثل الالتر ديستانس سايكلينج سويمينج او رننج، مثل هذه الالعاب الرياضية اكثر من 4 ساعات وايضا بها جهد كبير، هنا ما بين 8 الى 19 جرام لكل كيلوغرام. النظام قبل الاخير وهو عبارة عن لو انتنسيتي لونج ديوريشن مور ذان 1 اور، تقريبا مثل الجولف، مثل البيسبول، مثل السوفت بول، هذه الالعاب الرياضية خفيفة الى حد ما، low intensity ولكن فيها long duration، معدل كثافة النشاط الرياضي منخفضة ولكنها فيها نوع من الاستمرارية، بحاجة الى 5 الى 7 جرام لكل كيلوغرام. العاب رياضية اخرى مثل البادي بيلدينج، مثل بناء الاجسام، مثل الامريكان فوتبول، بها جهد ايضا كبير جدا، ما بين 5 الى 10 جرام او 5 الى 8 جرام لكل كيلوغرام. هذه النسب تعتبر ضرورية جدا لإعادة مخزون الكمية من الكربوهيدرات ومن الجلوكوز داخل العضلة إلى الحالة الطبيعية، إلى ما كان عليه قبل التمرين. Expressing carbohydrates recommendation، كيف ممكن إحنا نعبر على احتياجاتنا للكربوهيدرات؟ It's the best to express recommendation on an absolute basis grams of carbohydrate per kilograms per body weight. However, it's not uncommon to see carbohydrates recommendation made to athletes as a percentage of total calories. كمان ممكن احنا نعبر على كمية الكربوهيدرات ليس فقط على شكل جرام لكل كيلوغرام لكل داي، لكن احنا ممكن نعبر عليها ايضا بالتوتال كالوريز، بحيث انها تناسب تقريبا 50 إلى 65% من التوتال كالوريز، increasing to 70% for those athletes with higher carbohydrate need، مثل athletes in endurance sports، الألعاب الرياضية اللي بحاجة إلى استمرارية على فترة طويلة، قد يكون معدل احتياج الكربوهيدرات لديه يصل إلى 70% من التوتال كالوريز. نأخذ بعين الاعتبار أن هنالك استهلاك للفات وأن هناك احتياج أيضا مرتفع بالنسبة للبروتين. These percentages assume that total daily energy intake is adequate. ممكن تعبر لي عن انه كمية الكربوهيدرات التي يتم استهلاكها من خلال الطعام تعتبر مناسبة وملائمة لاحتياجات هذا الرياضي. في هذا الجدول لدينا 2 من الرياضيين بحاجة الى كمية اكبر من الكربوهيدرات، او لديهم احتياجات بالنسبة للكربوهيدرات، total carbohydrate intake بناء على كمية التوتال كالوريز اللي بيحصلوا عليها. بهذه الحالة ممكن انه نجد انه الافراد اللي بيحسبوا على سعرات حرارية اقل، فيما لو كان الاحتياج بناء على التوتال كالوريز وبدأنا نحسب احتياجنا بمعدل 70% او بمعدل 65%، 70% as percentage of carbohydrate، سنجد أن ليزا وهي على اليمين على أقصى اليمين سنجد أنها تحصل على كمية أقل من احتياجاتها الطبيعية بالنسبة للكربوهيدرات.
إذن يجب حينما نحسب كمية الكربوهيدرات بالنسبة للفرد الرياضي يجب أن نحسب احتياجات التوتال كالوريز بشكل كافي وأيضا احتياجات الكربوهيدرات بشكل كافي. لو حسبنا كمية الكربوهيدرات بناء على التوتال كالوريز هنا سوف يكون لدينا معضلة في الوصول إلى كمية الكربوهيدرات الملائمة. إذن الأصل أن نحسب الكربوهيدرات ومن ثم التوتال كالوريز، ولا نحسب التوتال كالوريز ومن بعدها الكربوهيدرات بشكل منفصل. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة وهذا الجزء الأول من الكربوهيدرات. شكرا لكم وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.